لنعرف أكثر معنا أو بدنا نحكي عن اليوم العالمي للسكري، معنا المديرة الإدارية لمركز الرعاية الدائمة ميشيل معلولي أبي سعد، صباح الخير، والممرض المثقف إبراهيم شعيا أو بوب. هاي، هاي، كيفك؟ صار صباحكم خير. طبعا هالمرض بدنا نحكي، خاصة امبارح كان اليوم العالمي وبدنا نحكي عنه أكثر، بدنا نحكي عن المركز أكثر، يا ريت بتخبرينا عنه أكثر والتحديات اللي عم تواجهوها اليوم. يعني نحن عنا تحديات كثير كبيرة بالبلد، وضعنا باللوج ووضع مرضى السكري هلا مع جائحة كورونا. مركز أول شيء تعطيك فكرة، مركز الرعاية الدائمة هو مركز متخصص لعلاج الأشخاص اللي عندهم سكري نوع أول، يعني اللي عادة أطفال وشباب وشابات. بالمركز في 2921 شاب وصبية مسجلين لحديث اليوم، والمركز بيقدم عناية شاملة لهالأشخاص، يعني في فريق عمل كبير بيهتم فيهم من كل النواحي، طبيب أخصائي بالغدد والسكري، ممرضة مثقفة أو ممرض مثقف، أخصائية تغذية، مساعدة اجتماعية، فهالعناية هي شاملة. ومع كل هيك منقدم كل الأدوية والعلاجات لهيدا المرض. هلا أنت سألتيني عن تحديات الكوفيد 19، أكيد التحديات كبيرة لأنه وقت اللوك داون كان في مشكلة، نحن عنا حوالي 100 شخص بفوتوا كل يوم وبيظهروا من جميع المناطق، فكان عنا تحدي أول شيء إنه نحمي الموظفين، وتاني شيء كمان نحمي هالأشخاص اللي بيجوا على المركز اللي هن كمان اللي ما بتعرفوا أساسا مع مين متخالطين، وبيعتبروا أت هاي ريسك كمان إنه هن معرضين أكثر، فهيدا كان الهم. فنحن غيرنا كل نظام العمل تبعنا، فتحنا باب خلفي، أعطينا أدوية تقريبا من خارج أبواب المركز بفترة اللوك داون، بعدين حطينا أرقام تليفونات زايدة، أصبح الممرض بيعمل مثل consultation virtual، يعني على التليفون بيهتم بالمرضى وكل هالشي. هلا أكيد بوب بيحكي بالتفاصيل أكثر، بس كل هالشي مكننا أنه نسبة ضبط السكري أو صحة هالولاد ما تأثرت خلال هالسنة. يعني قارنا الـ HbA1c 2019 المخزون بين هديك السنة وهالسنة، ما كان في فرق، وبفتكر هيدا كان للحقيقة يعني كان شيء بفرحنا انه قدرنا نساعدهم. وهلا رجعنا فتحنا تيقدروا يشوفوا الاطباء، لان كان صار لهم 6 اشهر ما شافوا الاطباء، يعني عملنا كثير اشياء مبتكره. اذا بدك صار يجي الولد من تقريبا على باب المركز ناخذ له فحوصاته تمن عرضه، فيعني قدرنا نحافظ على صحه هالشباب. بابا اول شيء يعطيكم العافيه، انتم الجسم الطبي والتمريضي بلبنان، تحية كتير كبيرة لكم اللي عملتوه وعم تعملوه ورح تعملوه، يعني بنوجه لكم تحية احترام ومحبة وتقدير. بس قبل، أول سؤال بيخطر براسي، شو يعني ممرض مثقف؟ نحن بالتمريض عندنا كذا دور، في الممرضات اللي بيشتغلوا بالمستشفى، وفي ممرضات كمان هذا الدور مش كتير مضوع عليه بلبنان. في ممرض مثقف، يعني نحن دورنا التثقيفي هو كتير كبير، بلاد برا أكتر متعارف عليها، يعني النيرس فيها تكون عندها بالكلينيك تستقبل حدا، نحن بالمركز عندنا هيدي القدرة أن نحن نستقبل عائلة ونقدم لها التثقيف. يعني في كتير أشخاص ما بيعرفوا أنه ممكن نحن نروح عند ممرض أو ممرضة، ومش بس تعملنا إبرة أو تعطينا دواء، كمان عندنا دور كتير كبير بالتسقيف وبنقل المعلومات. شو يعني بالتسقيف؟ يعني بتسقفوا كيف؟ مزبوط. يعني هلا أنا رح أحكي ببارت السكري. نحن بالسكري بتعرف السكري منه حبة دواء أو بس أكل أو بس دواء أو بس علاج. يعني السكري هو نمط حياة، يعني خاصة لما الشخص الولد يصير عنده تشخيص جديد بالسكري، الأهل والولد بتكون هيدي الخبرية وقع شوي صعب عليهم، فمن وقت ما يتم تشخيص هيدا الولد لكيف نعلمه يفحص، لكيف نعلمه ياخد الأنسولين، لبعدين للدعم، لأنه بتعرفي لما حدا يشخص بمرض مزمن رح يمكن مرات يعمل رفض ويرفض أنه يتقبل بشكل سهل ويصدق أصلا ويصدق، خاصة بعدين بالدعم. نحن حاطين بالمركز رقم تليفون هوت لاين 24/7،
هون كمان نحن بمجرد ما الاهل يكون عندهم حاله طارئه ممكن يتصلوا فينا، فهيدا كمان بارت من التسقيف اللي نحن بنعطيه. واذا بدك اكثر من التسقيف بنعطي طمانينه انه بحيالله وقت انا اليوم يمكن عزت شيء صار ابني او بنتي معه هبوط قوي او علو قوي بالسكري، انا في شخص بقدر اتصل فيه واعرف كل المعلومات ويعطيني هيدا الدعم. فالنيرسز وخاصة هيدي السنة المنظمة العالمية للصحة نقيت النيرسز ليكونوا سنة النيرسز، يعني تيضووا على الدور المهم اللي بتلعبه النيرسز. خاصة هالسنة كتير عرفنا أهمية الجسم التمريضي، يعني نحن قبل كنا شوي ما كتير عاطينهم قيمتهم قد ما لازم، السنة يعني الكون كله مش بس بلبنان، الكون كله استحقها مثل ما بيقولوا وعرف أهمية الجسم التمريضي، يعني يوازي أهمية الأطباء لا يقل شأننا أبدا عنهم. مزبوط، حتى الاتحاد العالمي للسكري الانترناشنال دايبيريس فيدريشن كمان هيدي السنة خصص حملته هو نيرسز ميك اول ذا ديفرنس، يعني الممرضات والممرضين بيعملوا كل الفرق، يصنعون كل الفرق بالسكري حتى. فهيدي السنه نحن كان عندنا كثير تحديات كمان. الدعم المادي للمركز قديش مهم، وهل انتم بتقدموا خدمات مجانيه او كله مدفوع، مدفوع رمزي مدفوع قليل؟ خبرينا اكثر. كارين اكيد الدعم كثير مهم، وهلا رح اقول لك ليه، لانه نحن عبر السنين يعني عم نحكي من ال 94 لليوم بنقدم الادويه، اكيد الفولو اب كله المتابعه كلها مجانيه، والادويه والمعدات بنقدمها شبه مجاني مع مساهمه رمزيه، وهالمساهمه مساعده الاجتماعيه مع المريض بيحددوها، يعني كل انسان حسب هو شو بحب يساهم. وبالزايد بوقت الكورونا واللوك داون والمشاكل الاقتصادية اللي كانت كتير صعبة، فمن تقريبا من أفريل لأوت من نيسان لآب كنا عم نقدم كل هالخدمات مجانية بالكامل، مع أنه الدعم للمركز أكيد خف مثل كل المؤسسات، إن كان من كل النواحي خف، والناس كلها كانت همها خاصة كمان بعد آب ومشكلة بور بيروت والمشكلة الكبيرة، فنصب كل الضوء على المشاكل الاجتماعية بلبنان أكثر من أنه المشاكل المزمنة. فأكيد كل دعم مهم تنقدر نحن نقدر نستمر. من دعمكم من وين؟ يعني هلا فردي، دول، NGOs، كيف بتصير؟ نحن في قسم من الدعم بيجي من الاشخاص، او في قسم من التغطيه بتجي من الاشخاص اللي عندهم تغطيه صحيه، ان كان من الجيش، من الدرك، من الضمان مع كل مشاكل الضمان. بس القسم اللي تقريبا كبير او 50% اذا مش اكثر بيجي من اشخاص فرديه، ونحن هون بدي اتشكرهم لانه هن عبر السنين بقيوا معنا وامنوا فينا، ونحن اكيد في دونيت اونلاين، وكمان في اشخاص بيجوا بيتكفلوا علاج اطفال. وهالناس انا عن جد نحن بنتشكرهم لانه هن عبر السنين بقيوا معنا وكفوا مع هيدا الولد من هو صغير تيكبر. وهون ما فيني ما اقول انه الجهد الكبير بقصة التمويل هي لمدام هراوي اللي هي المؤسسة واللي بتضلها مواكبة الشغل كل يوم، واللي هي منا. بتهتم نعم. مدام منى هراوي هي اللي بتهتم بالشق الفندريزينج او جمع التمويل. اكيد لانه بدك يعني دعم كبير، يعني منا هينة. أعطيك فكرة كارين، هالأربعة أشهر قيمة الأدوية اللي تقدمت تقريبا عم نحكي بنص مليون دولار، كانت 488,000 دولار بس الأدوية، مش عم نحكي كل المتابعة. بوب، شو الأكثر صعوبات واجهوها الأطفال والشباب اللي عندهم بيعانوا من هيدا المرض بفترة الحجر المنزلي؟ يعني شو تغير عليك؟ شو شفت شيء جديد ما كنت تشوفه قبل؟ صح، نحن بالمركز تقليك قبل الكورونا كيف كنا، نحن كان عنا بيجوا الأشخاص حسب الزيارات، يعني بياخدوا مواعيد وبيجوا لعنا حسب الزيارات. طبعا لما صار في جائحة كورونا بطل فينا نستقبل هالعدد الهائل، يعني كل يوم كنا نستقبل أكثر من 30 عائلة
30 عائلة، أم وبي، ممكن قرايب، ممكن مع أولادهم كمان. فوقت الكورونا صار عنا بدنا نلاقي بديل. هيدا البديل نحن صرنا عم نتابع عبر وسائل التواصل، يعني عبر تطبيقات الواتساب أو غيرها من الفيديو كول، تنقدر نتابع. يعني قدرنا بكل فترة الكورونا واللوك داون أنه نحن نتابع كل الأشخاص عبر المتابعة عن بعد. هيدي كانت تحدي لنا وللأهل، يعني حتى الأهل من بعد شوي استطلاعات رأي أكيد كل الأشخاص نحن فضلوا أنه يرجعوا لعنا، بس كنا على القليلة لقينا بديل أنه نقدر نتواصل معهم. قدرنا كل هالفترة ما حدا الحمد لله صار عنده ولا أي مشكلة، قدرنا نتواصل مع مثل ما قالت مدام ميشيل 2900 شخص معهم سكري، قدرنا نتواصل معهم الأطفال يمكن بيعملوا علاقة معكم شخصية بتصير، صح. يعني بيصير في رولاسيون، يعني علاقة شخصية تحكمها محبة ود، وبيرتاحوا لكم. وخاصة خلينا نحكي عن الأولاد وعن المراهقين، وهي العلاقة فجأة ونحن كبشر نحن we are social creatures، يعني نحن مخلوقات اجتماعية، ما فينا هيدا الوصل الاجتماعي نقطعه، فجأة اضطرينا نقطعه. فكيف لأولاد صغار يتواصلوا يعني معكم؟ يعني كنت عم بتذكر هديك نهار في ولد، نحن مش مرتبطة بدوام عمل شغلنا، يعني دقولي برات دوام العمل من المستشفى عم بيقولوا لي هيدا الولد بده يحكي معك. يعني بعرف انه في نيرسز بالمستشفى، بعرف في اطباء، بس بيكون هو عنده علاقه مع حالي. انا لو مش بدوام العمل انا مضطر يمكن اروح زوره، او يمكن اروح احكي على التليفون بس تطمنه. فما قدرت اروح زوره بس اتليست حكيته على التليفون. فهيدا الشيء هيك بتحس انه الرابط بيناتنا، مش نحن ما بنشتغل مع كلاينتس، بنشتغل مع انسان اكثر. ما اصلا منهم كلاينتس، ما ثلاث ارباعكم بلاش، ما هيك يعني بفرقنا عن غير مهن انه نحن بنتعاطى مع الانسان كانسان. يعني بتحس انه ما جايك شيء من هيدا الشخص الا انه تعطيها الدعم، تعطيها المعنويات. يعني اشخاص مثلكم ومثل حضرتك النير، عن جد ومش عم بالغ ولا عم بحكي شعر، بس انه هلا صرنا سبحان الله الانسان بس يوقع بمصيبه ليقدر المنيح وليقدر الناس اللي بتعمل خير. يعني مثلكم مثل في غيركم كمان هن عن جد رسل على الارض، يعني على كتر كميه الشر اللي عم نشوفه، على كتر كميه الحقد اللي عم نشوفه، على كتر كميه الغضب والقرف والدبرشن اللي عم نشوفه، صرتوا انتم ناس بتضوا. يعني عن جد كل شيء بتعملوه بيضوي، لانه بدي اقول لك انا مثلا على الصعيد الشخصي جربت اعمل كذا حمله صعيد فردي، وفي ناس كمان دعموني أكيد مش أنا بس، لقيت قدي صعب، كتير صعب، وفي كتير تحديات وفي قهر، لأنه أوقات ما بتقدري، يعني في أوقات مش بإيدك أنه حدا بيجي بيطلب منك شيء وأنت مش قادرة تعمليه، هيدا لوحده بحطمك وبحطك بالأرض. هل حدا من كل اللي بيتوجهوا للمركز عندكم صار معه كورونا، تعرض لهيدا الشيء، وشو تداعياته على الصحة للي عنده سكري بالتحديد؟ هلا امبارح كنا بالمؤتمر، المؤتمر تبع النهار العالمي للسكري مع اللجنه السوسيتي تبع الاندوكرينولوجي، اللجنه العلميه للسكري، وكمان رجع صار في تاكيد انه مريض السكري منه معرض اكثر من غيره تيعمل كوفيد، بس اكيد هو معرض يعمل مضاعفات، مشان هيك نحن منركز كثير انه يكون المضبوط السكري اكثر. صار في بعض الاشخاص صار عندهم كورونا، وبفضل هون باب يحكي اكثر. الحمد لله كل الاشخاص اللي عندهم سكري من المنتسبين للمركز ما صار عندهم اي مضاعفات، بس بفضل هون باب اكيد. نحن الاشخاص، نحن بس بدي اوضح، نحن بنشتغل مع السكري النوع الاول، يعني اللي بيجوا لعنا عندهم سكري نوع اول، يعني هن ببلشوا على عمر صغير. صار عندنا كذا حالة عندها كورونا، والحمد لله ما حدا صار عنده مضاعفات، لأنه بفضل المتابعة الدقيقة تبعنا، نحن رافقناهم كل الوقت وكنا
كنا عم نطمن عليهم كل الوقت، ولانه they are well controlled، يعني السكري عندهم مضبوط بشكل ما حدا عنده منهم مضاعفات اصلا من السكري. وحتى الكورونا يعني شوي كنا عم نواجه انه فحوصات عم تعلى عم تطلع عاليه، وهذا شيء طبيعي لما يكون في حاله التهاب بالجسم السكري بيعلى بالجسم. فكنا عم نزيد دوزات الانسولين، واكيد مع المتابعه تبعنا قدروا يتخطوا هالمرحله الحمد لله يعني، وما حدا حال. العدو الاكبر لمريض السكري طبعا بغض النظر عن السكر، العدو الاكبر شو هو؟ انا بعتقد انه ما يكون في نظام. السكري مثل كل شيء بالحياة بحب النظام. يعني إذا حدا شوي مهمل أو حدا شوي عنده رفض لأي سبب كان وما التزم بالنظام رح يفشل. ومثل الحياة لشخص كمان بتشوفيه إذا عايش حياته وما عنده كتير نظام رح يفشل بالأخير. مثل كل شيء بهالدنيا بدها شوية صبر، وأكيد كل شيء في صعوبات بالحياة. أنا بقول لهم الحياة ولا مرة كانت أوتوستراد، دائما هي طرقات فيها كواع وفيها مطبات، بدنا نعرف كيف يعني. هيدا جمالة أصلا إذا كانت أوتوستراد بتزهق ما هيك بعدين ننعس أو نخفى. فدائما لازم أنه في صعوبات، نحن هون تنساعدكم. أنا دائما بشرح لهم السكري تحدي مثل كل تحديات الحياة، ما إنه شيء سهل بس ما إنه شيء معجزة نقدر أكيد نتخطى. كل شيء له حل صح إذا في إرادة. اللي له حل ما إنه صعب. الله يبعد عنا الأشياء اللي ما لها حل عن جد، هيدي المصيبة بتكون. يعني أنا بس تقلك الأهمية الممرض إنه هو عم بيعطي المعلومات تيمكن المريض يعيش حياته يوم بيوم. يعني أنا كتير بفرح لما بشوف عم نشوف ولاد عمرها 6 سنين هي عم تقدر تشك إبرتها وهي بتعمل فحصها. يعني هو معناتها تقبل السكري، وهون تحية كبيرة للمرضى لأنه عن جد they make all the difference in the business. Of course they do. بس أقل بس قبل ما أوجه لسؤال أخير، كيف بيعرف الأهل، معلي هيدي مش كل الناس بتعرفها yes. إنه معقول يكون ولدي معه عندهم سكري. هو السكري النوع الأول مش مثل السكري النوع الثاني. السكري النوع الثاني ممكن يقعد الشخص اللي بيجي على كبر 10 سنين عنده سكري ومنه عارف، يمكن بحالة ما قبل السكري بنسميها. أما السكري النوع الأول فبفترة جمعة أو جمعتين أو حتى شهر دغري ببينوا. شو العوارض؟ عوارض إنه بتحس الأم أو البي بحسوا على ولدهم عم بيفوت كتير على الحمام، عم بيشرب كتير، بيضعف فجأة وزن، يعني بتحس ضعف دغري، بتبلش تحسه عم بيتعب مع أنه ما عم بيعمل مجهود، بيكون عم بياكل عادي ولكن دائما عم بيطلب اكل زياده. فقدام هول العوارض ضروري اول شيء نفحص له السكري. فحص السكري كثير سهل بينعمل بصيدليه قبل ما نروح على غير فحوصات. فهينا شوي يعني اول ما يبلشوا يشوفوا هالعوارض دغري لازم يفحصوا، لانه معقول يطلع السكري فجاه يعني يخدرنا. لا اذا اهملنا هيدي الحاله ممكن نفوت بغيبوبه. ونحن يعني شوي بلبنان عم ما بقى نشوف حالات فاتوا ناس على اي سي، لانه الاهل صاروا واعيين اكثر. في نقص بالادويه، في نقص بالمستلزمات اللي عم بيعزوها مرضى السكري. هيدا يعني وصلنا لفتره بنادول ما نلاقي بقى. هلا تقول لك نحن كمركز الرعايه الدائمه من هذيك السنة هيدا كان هجسنا. يعني بيجيون كتير تليفونات انه رح تنقطعوا من الانسولين، فنحن كإدارة هيدا هجسنا ودايما عم يضل عنا ستوك اللازم تا نقدر يكون كل شيء متوفر. لحديت اليوم كل شيء متوفر. هلأ المشكلة انه بعد فترة اذا راح الدعم او المستلزمات الطبية اللي هي مدعومة عم بتكلف كتير اكتر. سو هيدا التحدي، لانه الانسولين ما فيه ينقطع، ما لنا مسحه. الانسولين هو دواء بيعرض الشخص للحياه، يعني مشان هيك نحن للموت يعني بيعرض بقى. مشان هيك نحن هيدا هيجسنا اليومي ومنضلنا منراقب المخزون اللي عندنا بالصيدليه وما يعتلوا هم. تواصلتوا مع الدوله مع وزاره الصحه؟ تأكدتوا يعني اضطريتوا توصلوا لهون انه لا هلا كمان الوزاره كانت عبر سنين تدعمنا بمساهمه ولو كانت جزئيه وبسيطه بالنسبه لموازنتنا، بس كمان بدنا نوجه تحيه للوزاره. لا ما اضطرينا لانه نحن معودين نحن بنشتري كل الادويه
وعندنا محل يعني عندنا أوضة مبردة كبيرة منخزن فيها، أكيد ما فيها تحمل أشهر كبيرة، بس دائما على شهر شهرين ثلاثة نحن عم بيكون عندنا الأشهر. عندكم إحصاء قديش في مرضى سكري تايب 1 بلبنان؟ ما في إحصاء بلبنان، بس نحن بنعتبر إنه أو اللي بنسمعه من الشرك والأطباء إنه مركز الرعاية الدائمة عنده قسم كبير. هلأ بيضل في شوية أهل يمكن مقتدرين بفضلوا إنه هن يروحوا على مستشفى خاص، بس بفتكر نحن عنا قسم كبير من المرضى. وكمان صار الأندوكرينولوج أخصائي السكري هو دغري بس يشخص المريض، يعني صار عنده ثقة دغري بيبعتون لأنه ما عنده هو الإمكانية يتابعه. أكيد هو بحط خارطة الطريق، بس هو ما عنده الإمكانية يعطي من وقته، يعني كل ممرض بيقعد نص ساعة وساعة، والمساعدة الاجتماعية اللي بتحضن العيلة، أخصائية التغذية، طبيب العيون، هو كلهم بتعملهم العيلة بنهار واحد عنا. فبفتكر عنا قسم كبير، بس أكيد يعني ما في أحصائيات كاملة. بدنا نتشكركم كثير مديرة الإدارية لمركز الرعاية الدائمة ميشيل معلولة أبي سعد والممرض بوب شعيا، شكرا كثير لوجودكم، يعطيكم ألف عافية. وتحية للست منى الهراوي إذا هي الداعمة مثل ما بتقولي لي، لأنه عايزين يعني نحن بحاجة لأشخاص تدعم بهيدا الوقت خاصة بالذات. يعطيكم ألف عافية.